من فترة لفترة بتفاجئ نور ستارز متابعينها بخبر عملها على مفاجأة جديدة، ولكن هالمرة بيّن أنها حتكون أقوى نظراً لتلميحات نور وتحميسها للجمهور كل مرة على إنستغرام بشكل كتير كبير. فمن بعد ما أعلنت أنها عم بتحضر لمفاجأة جديدة، شاركت ستوريهات أجابت فيها على أسئلة المتابعين، ومن بينها كان شو يعني حفل زفاف؟ جواب نور ستارز كان صادم، حيث علقت بي كل شيء ممكن. لما قلكم مفاجأة يعني شيء قوي، أنا ما أحمسكم على شيء تافه وأنتوا بتعرفوني، لهيك جهزوا لصدمة من العيار التقيل. وفي ستوري ثاني أجابت على سؤال متابع كتب غنية جديدة، وأجابت نور بي المفاجأة اللي رح تنزل أقوى من مليون أغنية، رح تنصدموا جدا. فبعد هالستوريهات نزلت نور بوست على صفحتها الرسمية على إنستغرام وعلقت عليهم بي خلص الهدوء وحان وقت العاصفة، جاهزين للمفاجأة. وأضافت ملاحظة وكتبت ما عندي وقت أصور صور لأني من اجتماع لاجتماع أجهز المفاجآت، لهيك تحملوني هالفترة. وبستوري آخر طلب منها متابع إعطاء تلميح للمفاجأة الجديدة، وكتبت نور الفصل الثامن. فشو تقصد نور ستارز بهالشي؟ وشو يعني كل شيء ممكن بخصوص الزواج أو الزفاف؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.